السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقصد بعنوان يا شباب الحسن صعد ثورة الأحرار جاء الحسن هيا وغدا التصعيد أمرا مطلبيا. أنت قد حددت للثوار بابا بعد أن قاومت بغيا ثامريا. آن أن تأمر فالأحرار هفوا يملؤون الأرض صوتا جهوريا. قدت في الماضي هتافا ونضالا يسقط الطغيان كي تغدو أبيا. ما وعد الطاغوت والآذان صمت ما وعد الطاغوت والآذان صمت ما وعد الطاغوت والآذان صمت وبقايا الغاصبين اليوم تحيا. فعل الثورة أشعلها انتفاضا واترك التسويف ما أجداك شيئا. شكل اليوم لجانا وحزاما يحفظ الأمن وكن فدا ذكيا. صعد الثورة سيرا واحتضنها وتجمهر في الوزارات كميا. احشد الأحرار من باعوا نفوسا ليدكوا الظلم وليجلوا الغوية. وتوقع أن يعيث البغي دوما فتصطى للعمالات فتيا. وادعوا بالحسنى فلول الشعب حتى تدرك الشعب مدى الخطب جليا. وتكاتب أن تعالوا فارفضوها أنتم الشعب فثوروا الآن هيا. وتبين حجم ما ترمي إليه لا تبالي إن صدقت العزم عيا. إنما الثورة إحدى حسنيها فانتصر أو مت شهيدا دام حيا. البلاد اليوم أدعى أن تحامى. فاحفظ الوحدة في الذود نقيا وارفض الأنصاف فيما تبتغيه. تجد الإنصاف لباك رويا. كن كما ترجو فعش حرا عزيزا. أنت بدء النصر حسما.